هي تمام، وهي على فكرة ما خرجتش غير ان هي تستاهل تخرج، لان هي ما عندهاش حاجة تستوجب بقائها في المستشفى. هل صحيح ان هي هتقضي فترة نقاها هادية كده بعيد شوية، ولا اللي بيتقال انها هتعمل فيديو معين تتكلم فيه عن المرحلة اللي فاتت؟ هي طبعا بتركز في الفترة اللي جاية، عايزة تعمل شوية شغل، وعندها ان شاء الله مجموعة حفلات، في ناس بتكلمها عشان تتعاقد معاها على حفلات، وهي جاية يعني مقبلة على الشغل بشكل غير عادي، وهي ان شاء الله في اقرب وقت هتوضح للناس كل حاجة بهدوء، وهي طالعه فاتحه صفحه جديده مع كل الناس، ما عندهاش مشاكل مع حد. في لسه قضايا معلقه على المستوى الاسري؟ والله يا استاذ شريف، ودايما انت انا بحترم فيك يعني دايما. لا بتكلم على مستوى القانون يعني، انا بسال السؤال ده لانك قلت لي فتحت صفحه جديده. النيابه لسه، واحنا مش هنقدر نتكلم في الجزئيه ديت، خليها وقتها. فالصفحه ما فيش صفحه جديده قوي يعني، في لسه امور مستمره او معلقه. لا انا بتكلم على كل الناس اللي بتدعمها. مفهوم، انا عشان كده كنت بسال بس. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. مرة ثانية من فضلك توصلها، وأرجو أن هي يوصلها بأي شكل من الأشكال، لكن توصلها أمنياتنا أنها تتعافى وتبقى موجودة دايما زي ما كانت موجودة، وسبب متعة لينا كلنا، وهيجي لها كمان إن شاء الله محاولة جديدة من منا يا رب. شكرا جزيلا دكتور ياسر.